النقطة الرابعة هولاك وجينكس خان والمغول والتتار. في رسالة الذهبي في تقريع الذهبي لابن تيمية في كشف الذهبي حقيقة ابن تيمية وما كشف عنه وما أشار إليه وما أكده هو نفاق ابن تيمية، إضافة طبعا إلى زندقة ابن تيمية. قال الذهبي: كره نبيك صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال، وقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان، والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت السعيد. ولا زال الكلام في المورد السابع مع ابن الأثير وما ذكره عن التتار والمغول وعن حركة العساكر التتارية وعن حال المسلمين وحكام الإسلام. قال ابن الأثير في الجزء العاشر في صفحة 361: ذكر ملكهم خوارزم وتخريبها. أما الطائفة من الجيش التي سيرها جينكس خان إلى خوارزم فإنها كانت أكثر السرايا جميعها لعلم البلد، فساروا حتى وصلوا إلى خوارزم وفيها عسكر كبير وأهل البلد معروفون بالشجاعة والكثرة، فقاتلوهم أشد قتال سمع به الناس، ودام الحصر لهم 5 أشهر، فقتل من الفريقين خلق كثير، إلا أن القتلى من التتر كانوا أكثر لأن المسلمين كانوا يحميهم السور. فأرسل التتر إلى ملكهم جينكس خان يطلبون المدد، فأمدهم بخلق كثير. فلما وصلوا إلى البلد زحفوا زحفا متتابعا فملكوا طرفا منه، فاجتمع أهل البلد وقاتلوهم في طرف الموضع الذي ملكوا، فلم يقدروا على إخراجهم ولم يزالوا يقاتلونهم، والتتر يملكون منهم محلة بعد محلة، وكلما ملكوا محلة قاتلهم المسلمون في المحلة التي تليهم، فكان الرجال والنساء والصبيان يقاتلون، فلم يزالوا كذلك حتى ملكوا البلد جميعه، وقتلوا كل من فيه ونهبوا كل ما فيه، ثم إنهم فتحوا السكر الذي يمنع ماء جيحون عن البلد، فدخله الماء فغرق البلد جميعه وتهدمت الأبنية وبقي موضعه مائه، ولم يسلم من أهله أحد البتة، فإن غيره من البلاد قد كان يسلم بعض أهله، منهم من يختفي ومنهم من يهرب ومنهم من يخرج ثم يسلم، ومنهم من يلقي نفسه بين القتلى فينجو. وأما أهل خوارزم فمن اختفى من التتر غرقه الماء أو قتله الهدم، فأصبحت خرابا يبابا، وهذا لم يسمع بمثله في قديم الزمان وحديثه، فلقد عمت هذه المصيبة الإسلام وأهله، فكم من قتيل من أهل خراسان وغيرها، لأن القاصدين من التجار وغيرهم كانوا كثيرا، مضت جميع تحت السيف. أقول: أين التيمية من هذه المصيبة الكبرى والفادحة العظمى التي حلت بالمسلمين وهي أضعاف ما حصل في بغداد؟ وكيف حصلت ولا يوجد ابن علقمي؟ وهل سيبتدع لنا المدلسة ابن علقمي في أحداث خوارزم؟ وأين خليفة بغداد السلفي وابن الجوزي التكفيري من هذه الأحداث؟ فلم يتخذوا أي إجراء احترازي ضد المغول قبيل سقوط بغداد وخلافتها.